سمحنا من رايحين اللغة الفرنسية نستكمل مع الحوار الذي رأيناه فيما سبق فيما يخص المهمة التي كلف بها سيباستيان. طبعا رأينا فيما سبق بأن المديرة مديرة الشركة يعني أن نادت على سيباستيان ثم اقترحت عليه طبعا أن يستقبل السيد سوزوكي. ثم رأينا سيباستيان وهو يفكر طبعا حزينا في كيفية إنجاز هذه المهمة. ثم كان له ذلك الحوار مع زميلته في العمل ماجي. طبعا فد الفقرة سمارة سيباستيان الذي يحضر طبعا برنامجه فيما يخص استقبال السيد سوزوكي. إذن كما نرى سيباستيان va au bureau de la directrice pour lui montrer le programme qu'il a réalisé pour le séjour de monsieur Suzuki. إذن سيباستيان va au bureau de la directrice. إذن سيباستيان ذهب إلى مكتب المديرة pour lui montrer le programme لكي يظهر لها يعني تنقول احنا بالدرجة باش يوريها لكي يظهر لها pour lui montrer le programme لكي يظهر لها ولكي يبين لها إن صح التعبير لو بروغرام يعني البرنامج كيل أغياليزي الذي أنجز المقصود الذي أنجزه كيل أغياليزي. طبعا لو فاب غياليزي يعني أنك تنجز عملا وتتمه. إذن هو ذهب عند المديرة لكي يظهر لها البرنامج الذي أنجز. طبعا هذا البرنامج pour lui montrer le programme qu'il a réalisé pour le séjour de monsieur Suzuki. إذن هو ذهب ليظهر لها البرنامج الذي أنجز pour le séjour من أجل إقامة المقصود من أجل تجهيز مكان إقامة من دو مسيو سوزوكي. إذن نتكلم عن ابن صاحب شركة سوزوكي. ثم سيباستيان يأتي إلى المكتب توك توك توك. إذن هو يدق في الباب ثم تقول له المديرة أنتخي يعني ادخلوا. طبعا نتكلم على لغة أنتخي أنتخي يعني ادخلوا. بونجور مدام يمسري سيداتي جو فوز أبورت لو بروغرام بور لو سيجور دو مسيو سوزوكي. أنا أحمل لك جو فوز أبورت أنا أحمل لك أنا آتيك بي لو بروغرام بور لو سيجور دو مسيو سوزوكي. إذا أنا آتيك ببرنامج من أجل إقامة السيد سوزوكي. بونجور سيباستيان. إذا كأنها تتذكر بونجور سيباستيان يوم سعيد سيباستيان ألوغ فو فوز أني سورتي. إذا أنت خرجت منه. نتكلم هنا عن لو فيرب سو سورتيغ يعني أن الإنسان يخرج نفسه كما نقول من مهمة. لو فيرب سورتيغ يعني أنك أنت تخرج شخصا تخرج شيئا. هنا نتكلم عن لو فيرب سو سورتيغ سو سورتيغ دو كيلكو شوز يعني أنك تخرج نفسك من شيء. سيكيتي لا سيتياسيون ديفيسيل دون لاكيل اون سو تروف هي أن تترك الحالة الصعبة التي نتواجد بها. إذا هذا هو المقصود بفعل سو سورتيغ سو سورتيغ دو كيلكو شوز يعني أنك تخرج نفسك من مسألة ما من شيء ما. سيكيتي هي أن تترك la situation difficile الوضعية الصعبة dans laquelle on se trouve التي فيها أننا نتواجد. إذا هذا هو المقصود بفعل se sortir. إذا هنا طبعا المديرة عندما قالت لسيباستيان vous vous en êtes sorti يعني أنت خرجت منها المقصود بأنك خرجت من هاد المهمة الصعبة. إذا سيباستيان يقول ماذا؟ oui enfin j'espère وي نعم وفي النهاية جسبر يعني أتمنى أنني أكون قد خرجت منها. طبعا سأكون قد خرجت من هذه المهمة الصعبة إذا كان هذا البرنامج سيروق المديرة بمعنى آخر. إذا كان هذا البرنامج سيروقكم وإلا ربما تكون لكم ملاحظات أخرى وأكون حينها لازلت لم أخرج بعد من المهمة الصعبة. ديريكتريس المديرة فويون فلننظر يعني نشوفو نشوفو اشنو وجدتي فويون. طبعا عندنا لو فيرب فواغ هنا مصرف في الامر فويون فلننظر. الوغ اغيفي لاندي 12:30 اذا هو يصل يوم اثنين 12:30
par le vol AF 275 عبر الرحلة AF 275 شارل دوغول. نتكلم عن الايروبور شارل دوغول، نتكلم عن مطار شارل دوغول. تاكسي جوسكا لوتيل، ثم هناك تاكسي الى حدود الفندق، ثم تقول له فولوي افي ريزيرفي ان شامبر او سوفيتيل، انت حجزت له غرفه بفندق سوفيتيل. طبعا هذا ضمن البرنامج الذي سجله طبعا سيباستيان. فولوي افي ريزيرفي ان شامبر او سوفيتيل، اذا فيقول سيباستيان وي سي او سوفيتيل ارك دو تريومف، وي سي او سوفيتيل ارك دو تريومف، اذا نعم هو في سوفيتيل ارك دو تريومف. نتكلم عن قوس النصر ارك دو تريومف، طبعا نتكلم عن قوس النصر هذا معروف بفرنسا. وي سي او سوفيتيل، اذا نتكلم عن فندق سوفيتيل ارك دو تريومف، اذا هو يسمى هكذا. لا ديريكتريس تري بيان، جيد جدا. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau mouche. Et في المساء انت تقترح عليه une promenade يعني نزهة sur la Seine على نهر السين، طبعا نتكلم عن نهر بفرنسا. en bateau mouche نتكلم عن نوع من القوارب السياحية المستعملة طبعا في بعض المدن الفرنسية على النهر، اذا تسمى bateau mouche. très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau mouche. إذا المديرة تقول له très bien. Et le soir, vous lui proposez une promenade sur la Seine en bateau mouche. جيد جدا. وفي المساء أنت ستقترح عليه نزهة على نهر السين على القارب السياحي. إذا طبعا يقول لها سيباستيان اون في. في الحقيقة جو كونت لوي دوموندي سو كيل أيمغي فيغ اون في. في الحقيقة جو كونت lui demander ce qu'il aimerait faire. إذن في الحقيقة أنا أحسب. Je compte. كما نقول أنا أحسب المقصود. أعول بمعنى آخر. Je compte lui demander. أنا أعول على أن أطلب منه. Ce qu'il aimerait faire. ما يحب فعله. أنا في الأول أعتمد على أن أطلب منه. Ce qu'il aimerait faire. بمعنى آخر أساسا أنا سأطلب منه أولا. ما يحب فعله، ماذا يريد من نشاط فعله، هذا أولا. إسي نا با دو بروجي بارتيكولي، وإذا لم يكن له مشروع خاص، وإذا لم يكن هو نفسه قد قرر مشروعا خاصا نشاطا خاصا، ألوغ في حينها ألوغ جو لوي بروبوزغي. إسي نا با دو بروجي بارتيكولي ألوغ جو لوي بروبوزغي لا بروموناد أون باتو موش، حينها سأطلب منه سأقترح عليه لا بروموناد اون باتو موش، يعني سأقترح عليه نزهة على هذا النوع من القوارب السياحية. المقصود هنا بأن سيباستيان هو لا يريد أن يفرض على السيد سوزوكي هذه النزهة، بل في الحقيقة هو يخمن أن يطلب منه ما يريد أولا. فإن كان السيد سوزوكي ليس له فكرة وليس له مشروع يريد القيام به أو نشاط ما، إذا حينها سيباستيان سيقترح عليه لا بروموناد أون باتو موش، سيقترح عليه نزهة على هذا النوعية من القوارب. أون في جو كونت لو دوموندي سو كيل أيمغي فيغ، إذا هذا أولا. جو كونت كما لو أقول أنا أبرمج أولا، لو دوموندي سو كيل أيمغي فيغ أطلب منه، طبعا لو غير دوموندي يعني طلب أو سأل، لو دوموندي سو كيل أيمغي فيغ أنا أطلب منه أولا. إن كانت له فكرة أو إن كان له مشروع أو نشاط يود القيام به، إسي نا با دو بروجي بارتيكولي، وإن كان ليس له مشروع خاص، المقصود أنه ليست له فكرة، جو لوي بروبوزغي، ألوغ جو لوي بروبوزغي لا بروموناد أون باتو موش، حينها سأقترح عليه ما ترينا على البرنامج. ثم المديرة لا ديريكتريس بيان. Et le lendemain, visite de l'entreprise. جيد. وفي الغد زيارة شركة. ثم يقاطع سيباستيان فيقول لها وي. ثم يقاطع سيباستيان فيقول لها وي جيري لو شيرشي ا سون اوتيل ا 8 اور لو ماتان. وي جيري. طبعا عندنا لو فيرب الي. جيري لو شيرشي ا سون اوتيل ا 8 اور لو ماتان. وي جيري لو شيرشي. وي جيري لو شيرشي.
نعم انا ساذهب ابحث عليه ويجي لي لو شيرشي ا سون اوتيل او يتور لو ماتان. طبعا عندنا لو فيرب الي او فيتور سامبل. عندنا هنا لو فيرب الي او فيتور سامبل، عندنا فعل ذهب في المستقبل البسيط. اذا المقصود جيري انا ساذهب، جوفي انا اذهب الان، جيري انا ساذهب في المستقبل، لو شيرشي البحث عنه، جيري شيرشي كلكو شوز يعني انا ساذهب في المستقبل للبحث عن شيء. هنا عندنا هاد لو تعوض مسيو سوزوكي، جيري لو شيرشي انا ساذهب للبحث عنه. اسون اوتيل في فندقه، المقصود بانني ساذهب عنده الى الفندق. اويتور لو ماتان يعني عند الثامنة صباحا. طبعا المديرة قالت له بيان إلو لوندومان فيزيت دو لونتربريز، وفي الغد زيارة شركة موقع تو سيباستيان. وي جيغي لو شيرشي سون اوتيل اويتور لو ماتان. لا ديريكتريس المديرة لا غينيو كومونس ان افور، إذن اللقاء أو الاجتماع كومونس يعني أنه يبدأ ان افور مع التاسعة. انا افور مع التاسعة باسي لو شيرشي ا لوتيل او ايتور ادمي. اذا اذهب امضي لو شيرشي للبحث عنه ا لوتيل او ايتور ادمي. اذا اذهب للبحث عنه، مر للبحث عنه في الفندق مع الثامنة والنصف. باسي لو شيرشي ا لوتيل او ايتور ادمي، كما نقول مرة او امضي للبحث عنه ا لوتيل في الفندق او ايتور ادمي مع الثامنة والنصف. أو التور إدمي، إذا مع الثامنة والنصف. ثم يقول سيباسيان أونتوندي يعني مسموع، نتكلم على لوفر أونتوندا. أونتوندا يعني سامع، جونتون يعني أنا أسمع، تيونتون أنت تسمع. سيباسيان يقول أونتوندي، المقصود هذا الكلام أونتوندي يعني أنه مسموع، يعني أن هذا الكلام الذي قلتي مسموع أونتوندي. ثم تقول المديرة لو سواه ولا كومباني أو مولا روج يعني في المساء ستأخذه سترافقه. فولا كومباني سترافقه، فولا كومباني يعني أنك ترافقه. عندنا لو فيرب أكومباني، أكومباني كلكا يعني أنك ترافق شخصا. لو سوار فولا كومباني أو مولا روج يعني في المساء أنت ترافقه إلى الطاحونة الحمراء. إذا يقول سيباستيان وي جو بونس كيل أبريسيرا. سي لو فيرب أبريسيي، أبريسي يعني أنك تقيم شيئا، يعني أنك تعترف بقيمته. وي جو بونس كيل أبريسيرا، نعم أنا أظن. طبعا لو فيرب بونسي يعني أنك تفكر، جو بونس يعني أنا أظن، المقصود بها هنا جو كخوا. جو بونس هي أحسن، هي أقرب، المقصود بأنني أرى. وي جو بونس كيل أبريسيرا يعني أنني أظن، يعني أنني أقدر أو بأنني أرى كيل أبريسيرا بأنه سيقيمها، سيقدرها، المقصود بأنه ستعجبه هذه الزيارة. المقصود بأنني أرى بأن هذه الزيارة ستعجبه. وي جو بونس كيل أبريسيرا. ثم تقول المديرة أون في الواقع جو ني سوي جامي ألي، جو ني سوي جامي ألي يعني أنني لم أذهب لها بالمرة. جو ني سوي جامي ألي، أون في جو ني سوي جامي ألي يعني في الحقيقة أنا لم أذهب لها بالمرة، المقصود أنني لم أزورها قط، يعني أنه لم يسبق لي أن ذهبت لهاد الطاحونة. جو كخوا كو جو في فونيغ افيك فو، يعني أنا أظن بأنني سأذهب معكم. لو فيرب فونيغ في الحقيقة يعني أتى، جو فيان دو ليكول يعني أنا آتي من المدرسة. جو كخوا كو جو في فونيغ افيك فو يعني أنا أعتقد أو أظن بأنني سآتي معكما، المقصود بأنني سأذهب معكما إلى هذا المكان الذي لم يسبق لي زيارته. سيباستيان يقول ماذا؟ داكور متفق. جوفي تود سويت ريزيرفي اون بلاس سوبليمونتير. جوفي يعني أنا أذهب كما نقول. جوفي تود سويت يعني بسرعة. جوفي تود سويت يعني أنا أذهب بسرعة ريزيرفي. جوفي تود سويت يعني أنا سأذهب بسرعة ريزيرفي لحجز. لو فيرب ريزيرفي يعني حجز، ومنها لا ريزيرفاسيون يعني الحجز، يعني انك تحجز مكانا. جوفي تو سويت ريزيرفي اون بلاس سوبليمونتير يعني انا ساذهب بسرعه لحجز مكان اضافي ما دمت
أنك ستذهبين معنا إلى هذا المكان، إذا أنا سأذهب بسرعة لحجز مكان إضافي. أنا لم أحجز إلا مكاني ومكان الضيف، ولكن ما دمت أنك سترافقيننا إذا أنا سأذهب بسرعة لأحجز مكانا إضافي. داكور، je vais tout de suite réserver une place supplémentaire. أنا سأذهب بسرعة لحجز مكان إضافي. في الحقيقة عندنا هنا je vais réserver، هذه رأيناها طبعا هي لا تعني فقط بأنني سأذهب لأحجز. الفعل عندما يسبق بفعل aller المقصود أننا نتحدث عن le futur proche، نتكلم عن زمان يسمى le futur proche. إذا عندما أقول je vais sortir المقصود به أنني سأخرج قريبا بعد لحظات. إذا هنا يقول je vais tout de suite réserver، المقصود به هنا je vais réserver tout de suite، إذا أنا سأحجز بسرعة قريبا في الوقت القريب. je vais réserver المقصود به بأنني سأحجز في وقت قريب. tout de suite بسرعة، une place supplémentaire مكانا إضافي. ثم تقول المديرة merci شكرا، merci شكرا. je vais lire attentivement votre programme، أنا سأقرأ بحذر كما نقول أو بانتباه votre programme يعني برنامجكم. et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier، et je vous appelle وأنا أنادي عليك، وأنا أناديك. si je vois إذا أنا أرى، إذا رأيت. si je vois quelque chose à modifier شيئا ما للتعديل للتغيير، إذا رأيت شيئا ما يجب تغييره طبعا سأنادي عليك لتغيره في هذا البرنامج الذي أعددته من أجل استقبال سيد سوزوكي. merci je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. je vais lire attentivement votre programme et je vous appelle si je vois quelque chose à modifier. وأنادي عليك إذا رأيت شيئا ما للتغيير. طبعا سأترك الرابط أسفل الفيديو طبعا لكي نسمع الحوار من مصدره. إذا نكتب بالقدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم.